السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لي معلومات. شرف هذا الفيديو كيفاش نربط حساب الادسنس مع حساب البنكي بنك قرض الشعبي الجزائري خاوتي، باش نقدروا نسحبوا الارباح بالعملات اليورو، باش تقدر تفتح حساب اليورو في بنك قرض الشعبي الجزائري. ملف هو شهادة الميلاد، بطاقة إقامة خاوتي، وكذلك 200,000 و10 يورو باش تقدر تفتح حساب البنكي في بنك قرض الشعبي الجزائري. هذا هو الريب خاصة بنا توان ليه. ودوك نعطي لكم او نخلي لكم الفيديو اسفل هذا الفيديو نتاع كيفاش تفتح حساب بنكي باش تكونوا على بالكم. المهم ما علينا، درك نربطوا الادسنس مع حساب بنكي في قرض الشعبي الجزائري باش تكون على بالكم. مهم قبل تشغيل هذا الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس باش تسك جديد. نبدأ على بركة الله. اولا دخول الى حسابنا الادسنس. اذا كنت تخدم بالحاسوب ولا بالتليفون نفس الطريقة خاوتي، ما علينا. تعطيني هذه الواجهة خاوتي، شو عملي هذه الواجهة تاع الادسنس، من بعد روحوا الدفعات ومعلومة الدفع بهذه الطريقة، وبعد هنا يعطينا زو خيارات. خيار الاول انت الارباح نتاع المدونة او البلوجر، وعندنا خانة الثانية او اختيار الثاني نتاع الارباح نتاع اليوتيوب، صح؟ نضغط على الثانية خاوتي. هنا يعطينا الارباح اجمالي نتاع الارباح نتاع اليوتيوب، تكون على بالكم خاوتي. الحد الادنى هو 70 يورو خاوتي، معناها تلحق 70 اليورو سيتم التحويل من الادسنس الى حساب البنكي، هذه تكون على بالكم خاوتي. كذلك خاوتي بين قوسين مانيش ندير الاشهار ولا ندير بيبليسيتي خاوتي، تكون على بالكم. انايا دائما نفضل بنك وبنك بدر في ريحه والتنميه. انايا اللي فتحت خوتي الحساب بنكي فتحته باش ولي استقبل اموال فقط، مانيش دايرو تاع سحب الارباح في الادسنس. هذه كاش واحد يبعث لي دراهم من الخارج ولا واحد محتاج حوس بعثك دراهم بالعمله الاورو، نعطيرو الكون تاعي يبعث لي الاورو وانا نحولها له بالدينار، وعندي نسبه الحقي تاعي. فهمتوا خاوتي؟ معناها 12%، معناها تقريبا ندي حقي 200,000 بالدينار الجزائري ولا بالاورو كما حبيت. هذه هي معناها نوريكم كيفاش تربطوا مع الادسنس. انا مش معول نربطوا، انا مش معول نربط الحساب القرض الشعبي مع الادسنس. انا ديجا داير حساب بنكي تاع بنك البدر. انا هي داير لكم الفيديو باش فهمكم مليح خلاص، هذا مك صح. ومن بعد هنا واش يقول لك خاوتي؟ يقول لك طريقه حصول على الدفعات، صح؟ نضغط على إدارة طريقة الدفع بهذه الطريقة خاوتي. هنايا رانا دايرين إضافة حساب بنكي تاع بنك البطل في لحى والتنمية، رابطينه مع جوجل ادسنس خاوتي، صح؟ بعد ما تجينيش في التعليقات تقول لي حبيب واش من بنك مليح واش بنك اللي ساعدنا، دائما مرارا وتكرارا دائما قلت لكم روحوا افتحوا حساب بنكي في بنك البدر، روح البنك البدر قول لهم حاولت نفتح حساب بنكي، يقول لك على واش دير به واش على تحتاجه، قولوا عندي نحوس استقبل اموال من الخارج كما قولها لهم. علاش حساب بنكي؟ كل واحد عنده حق في فتح حساب، كل واحد مواطن جزائري عنده حق يفتح حساب بنكي بالعمله الاورو، هذه تكون على بالكم. ولازم لك تكون عندك 18 سنة وما فوق، تحت 18 ما يعطوكش الاورو، تكون على بالكم خاوتي. ايوا صح. هنا يا خاوتي نديروا اضافه طريقه الدفع، نكليكوا عليها خاوتي. من بعد هنا يعطينا زو خيارات خاوتي، دائما نختاروا الاولى هي اضافه تفاصيل جديد الكترونيك، نديروا الاولى. هنايا خاوتي تبع معايا مليح باش ما تقاش في بعض الاخطاء في ربط الحساب بنكي مع الادسنس او ربط حساب الادسنس مع حساب بنكي، صح؟ هنا واش يقول لك؟ يقول لك اعطيني الاسم واللقب، معناه الاسم تاعك انت موجود في وقت الريب، كما انا عندي شاهد محمد الحبيب ولا محمد الحبيب شاهد، صح؟ نكتبه هنا خاوتي، نكتبه كما موجوده في وقت الريب.
مو بهذه الطريقه مو مو ح مد الحبيب بهذه الطريقه شاهد بعد كوبيها خاوتي ومن بعد ندي هنا كوبيها اقول لك اعطيني اسم المصرفي صح تقول لي حبيب ما هو الاسم المصرفي صح خاوتي اسم مصرفي هذا هو خاوتي ها هو الاسم المصرفي هذا هو يقول قرض الشعبي جزائري ها هو هذا يديروا في بالكم خاوتي صح دوك خاوتي نكتبوا ونرجع لكم المهم خاوتي هنايا يقول لك اعطيني اسم البنك قرض الشعبي جزائري ها هو او اسم بالفرنسيه صح نكتبه هنا خاوتي اسم المصرف نكتبه الاسم المصرف هذا هو باش تكون كاع جميع معلومات خاوتي تلقوا اسفل هذا الفيديو بهذه الطريقه ومن بعد يقول لك سويفت الكود سويفت كود خاوتي ها هو تكون وريه لكم ها هو سويفت الكود خاوتي ها سويفت سويفت ها سويفت ها هو كذلك كوبوه ومن بعد يقول لك اعطيني رقم الحساب الاربعين صح هاي وقت الربا نتاع حساب بنكي بالعمله الاورو في بنك قرض الشعبي الجزائري ها وقت يقول لك اربان او اربان كان هذا يا ولا هذا يا انتم ديروا هذا ها يبدا بالدي زيد ويكمل تكون على بالكم ها هو هذه دي زيد ما ديرهاش دير من دوبل بالدوبل زيرو وكمل هذا هي في 20 نيميرو هذا هو نكتبوه هنا خاوتي وندير هنايا لصق ومن بعد نديرو لاصق ومن بعد خاوتي شوف قبل ما ديروا تاكيد او حفظ المعلومات على حساب الادسنس دائما فيريفي المعلومات كما موجوده في على وقت الريب او ايربان تكون على بالكم تقلط اي حرف او اي رقم سيتم التحويل الارباح في جهه اخرى بالك الارباح راحت في باطل ولا الاموال راحوا تكون على بالكم خاوتي دائما تاكدوا بالمعلومات تاكد على اسم واللقب الاسم البنك سويفت الكود رقم الحساب وتعاود رقم الحساب ومن بعد واش دير دير هنايا كليك على هذه يقول لك ضبط كل الطريقه الدفع اساسيه ومن بعد دير الحفظ انايا ما نديش حفظ علاش راني كما تكون قبال خاوتي راني داير هذايا تاع استقبال اموال من اشخاص بن عمي ولا خالي ولا خالتي ولا اي واحد من خارج يبعث لي في هذا الحساب وحساب بنكي تاع بنك البدر انا يدايروا استقبال نتاع الجوجل ادسنس فقط باش ما تطاريش بعض المشاكل في الحسابات وانتم رايكم حبيت دير بنك البدر بنك القرض الشعبي بنك البيان كل واحد كيف انت حر ما نقدرش نقول لك دير بنك بدر بصفي عليك ولا انت حر وربي يسهل عليك انا مهم انا نقدم لك المعلومات ونعطيك نصائح وانت تبر راسك حاجتك لو تفتح ولا ما تفتحش ولا تفتح في بنك الاخر ولا انت يا حر ومن بعد تفيريفي معلومات خاوتي ومن بعد دير ضبط كل الطرق الاساسيه ومن بعد الحفظ خاوتي ومن بعد جينا بهذه الطريقه خاوتي تم اضافه حساب بنكي على جوجل ادسنس بهذه الطريقه هنا يقول لك اساسيه معنا الاساسي معنا تلحق 70 يورو ولا 80 يورو ولا 100 يورو ولا 200 و300 و400 ولا 500 يورو سيتم التحويل الارباح من ادسن الى حساب بنكي تلقائيا بدون اي مشاكل المهم خاوتي اللي عنده اي مشكله ولا عنده استفسار خلينا تعليق اسفل هذا الفيديو ولا يتواصل معنا عن طريق الواتساب والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.